الله وكيلك كسر والله ما زود شربوني ما زود شربوك والله قنينة ما زود كتوها على راسي وبحلي والله طفينا من الجدار ونزلنا لتحت من نقطة الطريق كما شون القواعد حارس الحدود أخذونا على السيارة بقلب السيارة صاروا يضربونا ضرب ما بيرحم أحد أخذونا هناك ونزلونا بساحة حطونا كل واحد يتبع صفونا بالبواري بالخشب والكبال الكهرب صاروا يضربونا آخر شيء في واحد أغمى عليه والتاني توفى. انت قرايب ولا متوفي مو هيك؟ توفى عيني يا عبو عيني يلا ساعد ابوك يا عبو يلا اسري الله ونعم الوكيل. ايش ضربوا؟ وانا خي والله بعصي بحديد بواري حديد والله العظيم ببقى ضربة تحيش يروحون علينا يجي عشرة كل واحد يضرب لي حتى هلك الله وكيلك كسر والله ما زود شربوني ما زود شربوك والله قنينة ما زود كتوها على راسي وبحلي والله داعش الظهر جيك أصفاح يشوف أصفاح يشوف رجلي كشخ عنها بشوفه يا قدران كشخ عنها بشوف يا خيو كشخ بشوف شلحوني كل ثيابي وظلوا يضربوا فيني ساعة وربع ست ضباط مع العناصر يتبذلوا علي عصاية جاروف وعصاية سنديان والهروانة بلاستيك المضغوط معروفة ضربونا بمهدة حجار الله يضربونا لما كسروا علينا المهدة ما حاولت تخلصوا منهم ما قدرنا أبدا خالص